تعزيزا للتنمية البشرية، رئيس السيسي يوجه بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية. في ختام اجتماعهم بالقاهرة، رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة يشددون على ضرورة دمج اللاجئين بسوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم. وكييف تعلن استعادة 500 كيلومتر من أراضيها بمنطقة خرسون، وموسكو تؤكد استمرار عمليتها حتى تحقيق كامل أهدافها. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلا عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بجامعة مصر المعلوماتية إلى جانب الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كافة ربوع الجمهورية. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من المطالب للصناع وتقديم المزيد من التيسيرات، مشددا على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة. وأعلن مدبولي خلال لقاء عقده مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أعلن عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مؤكدا أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة وسبل النهوض به وكذا إجراءات تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات. اختتم الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية فعالياته، والذي استمر على مدار 3 أيام. وأصدر الاجتماع عددا من التوصيات، من أهمها تشجيع جهود دمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حقا دستوريا أصيلا والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، ودعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية، وكذلك العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين.
أهلا بكم من جديد. أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي خلال الجلسة الختامية أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية بكافة عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تتطلع إليها الشعوب الأفريقية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرص القائمين على المؤتمر على أن يكون الاجتماع في جلساته شاملا لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام القائد الدستوري فيما يتعلق بعناصر التنمية. كان اجتماعنا هذا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية، وإيمانا منا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا، وأنه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين، لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته هي الدعامة الدستورية التي ترسخ له وتوطد أركانه، فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى. من جانبه أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن توصيات اجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية سيكون لها عظيم الأثر في التنمية بالقارة في إطار السعي للنهوض بشعوب أفريقيا. وأضاف المستشار طارق شبل أن نجاح الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى جاء بسبب المناقشات الجادة والحوارات العميقة والبناءة في المسائل التي تضمنها جدول أعماله والتي تخص الشأن الأفريقي وما أسفرت عنه تلك المناقشات من توصيات. العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر، ومنها أيضا دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، ومنها الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور. ومن أهم التوصيات أيضا التأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عضو المحكمة الدستورية المغربية محمد العالمي أن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية أعطى فرصة لجميع أجهزة القضاء لتحقيق التنمية للشعوب الأفريقية. في الحقيقة الاجتماع كان ناجح بامتياز باعتبار أنه أعطى فرصة لجميع أجهزة القضاء الدستوري، محاكم دستورية، مجالس دستورية والمحاكم العليا، من أجل تعميق النقاش، تعميق الحوار، من أجل إيجاد صيغ وحلول عملية للنهوض بالتنمية الحقيقية للشعوب الإفريقية. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية، فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم أجمع، مشيدا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس. كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابع من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة. تأتي الزيارة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، وكذا المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة.
تنظم القوات المسلحة دورة تدريبية للعناصر النسائية المقرر مشاركتهن ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية. وتتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات لتأهيل العناصر النسائية المشاركة في عملية حفظ السلام وزيادة الوعي لديهن بما يعزز من قدراتهن في القيام بكافة المهام. ويأتي ذلك استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الوزير أول المنسقة للأمن الوطني بسنغافورة تيو تشي هين والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية إلى مصر. تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الوزير أول المنسق للأمن الوطني بسنغافورة عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، كما أشاد بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية، مؤكدا على تطلعه لتعزيز وتطوير أطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية في هذا المجال. من جانبه رحب وزير الداخلية بزيارة الوزير الضيف ومرافقيه للقاهرة، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مؤكدا حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها للاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 151 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 8 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 138 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية، من بينها 157 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي ناقش على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان. وجاء انعقاد المؤتمر بمصر تقديرا لدور مصر الريادي في مجال العمل الأمني الذي يراعي الأبعاد الإنسانية. مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة، والذي سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، ومقترحات حول تفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشتركة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية. No, I think the location is perfect. The facilities have been perfect for such a conference. I think it also sends a very good message to hold this conference in coordination with the Police Academy of Egypt, thus showing that fundamental rights and human rights is a central subject in the formation of our police and our border guards. Of course, this is a regional event. It is addressing important topics like human rights. But the fact that you know it is being held in Cairo, I think it is a positive momentum also for the EU-Egypt interaction on an important topic like human rights, but also migration related.
هذه الجلسات التحضيرية أثمرت عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية، والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناول آليات تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، حيث أشاد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر وبالخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني. مصر من اهتمامها في مجال حقوق الإنسان يعني شرفتنا بأن استضافت هذا المؤتمر، أيضا تفضلت بأن تجعل هناك منح في عملية حقوق الإنسان، وأيضا عملية قيام بأعمال تدريبية في مجال حقوق الإنسان. This meeting is extremely important for us because it gives us an opportunity to discuss with all the member states of the Arab League the situation of human rights in the region and how we can help strengthening capacities in implementing them. We have a long-standing partnership with the Ministry of Interior in Egypt also, and we work in a variety of fields within our mandate. That includes training for police officers in investigation of crimes and investigation of violence against women crimes. تضمن المؤتمر مناقشة الممارسات الفضلة والبرامج التدريبية والتثقيفية المختلفة التي تقوم بها وزارات الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، فاستعرضت بعض الدول العربية هذه الأنشطة المختلفة وتبادلت الخبرات في هذا المجال، وكانت تجارب مهمة وقيمة. وقد ثمن المؤتمر في توصياته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء، مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها. التجربة المصرية تجربة رائدة، أنا أعتبرها تجربة عالمية، تجربة عربية مثلها يجب أن يقتدى ويجب أن تقيم هذه التجربة، لأنها تعكس الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية. التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانت محط اهتمام وإشادة المشاركين في المؤتمر، مع الرغبة في مشاهدتها ميدانياً، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من خلال تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي استطاعت مصر من خلالها أن تحقق نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بما يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالنزلاء يتم إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقاً لبرامج إصلاحية مميزة، كما يتم توفير رعاية صحية فائقة للنزلاء من خلال المركز الطبي الموجود به وتجهيزاته التقنية العالية. أعتقد هذه خطوة جدا رائعة مميزة، وتبين مدى حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية في مصر على حقوق هؤلاء النزلاء وتقديم كل الخدمات. دولة تحترم أفرادها بمختلف الوضعيات متاعهم، سواء خارج السجن ولا داخل السجن، ودولة تحب تصلح أبنائها داخل السجن وترجعهم مواطنين ينجموا يندمجوا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. هاي تجربة رائعة جدا، طلعنا على تجربة فريدة من نوعها، وهي التجربة إن شاء الله تكون يعني عامة على كل الدول العربية. وقد حرصت الوفود على تدوين ملاحظاتهم عن مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وهو ما يعكس حرصهم على نقل تلك التجربة المتقدمة والاستفادة منها في الإصلاح والتأهيل إلى بلدانهم وفقا لما أكدوه، وهو ما يعكس الرؤية المصرية الواضحة والناجحة فيما يتعلق بحق الإنسان وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم تنظيم على هامش المؤتمر زيارة ميدانية للمشاركين لأكاديمية الشرطة، شاهدوا خلالها مرافقها المتنوعة وكياناتها التعليمية والتدريبية، وتعرفوا خلالها على إسهاماتها الفعالة في العمل الأمني من خلال إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقاً لأعلى النظم التدريبية الحديثة، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية في العمل الأمني. حقيقة شيء يثلج الصدر، شيء يفرح بأن في مثل هذه المؤسسة الأمنية نجد هذا التنظيم الجميل، المباني والمشبهات
والتدريب العالي المستوى في مجال حفظ الأمن، بالإضافة لذلك أن هناك كثير من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات تضمن ضمن هذه المناهج، وهذا الحقيقة شيء نفخر به. هكذا يتم ترسيخ حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية داخل أكاديمية الشرطة، والتي احتضنت المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وجاء انعقاده بمصر تقديراً لدور مصر الريادي في ترسيخ العمل الأمني بمفهومه الإنساني. أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اتصالا هاتفيا مع وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي بوبيندر يداف. وخلال الاتصال أكد شكري على تقدير مصر لدور الهند المهم في مفاوضات تغير المناخ، مشيدا بإعلان الهند مؤخرا عن تعزيز إسهاماتها لخفض الانبعاثات بما يسهم في جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ. وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بالتنسيق مع الهند حول موضوعات المناخ المختلفة، كما تم بحث نتائج القمة الأخيرة لمجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا في ضوء رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين العام القادم. في سياق متصل، استقبل وزير الخارجية سامح شكري تشيو تشي هين كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية رئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ. وخلال اللقاء أعرب شكري عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغافورة، مشيدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، ومؤكدا على اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب في شتى المجالات. تناول اللقاء الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي، حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحه وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قادرة على التعامل مع الضغوط الغربية. وقال بوتين خلال اجتماع حكومي لبحث الشأن الاقتصادي إن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد روسيا لم ينجح. روسيا تتعامل بثقة مع الضغوطات الخارجية، خاصة العقوبات المالية والتكنولوجية المفروضة من قبل بعض البلدان. تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها لم تنجح، وهو أمر واضح للجميع. لقد تعاملنا مع العقوبات الغربية بفاعلية من خلال استهداف آليات دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المفاوضات مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعدما وصفه بالتحرير الكامل لجميع أراضي بلاده. وأضاف زيلينسكي أنه من الممكن في حال تحقيق ذلك إشراك دول ومؤسسات دولية بالمحادثات. وفي المقابل علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف على عدم رغبة الرئيس الأوكراني في إجراء حوار مع بلاده بأنها محاولة لتصعيد سقف المطالب الأوكرانية. أكدت الرئاسة الروسية أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها، مستبعدة سحب قوات الروسية من محطة زابوريجيا. في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تشن ضربات جوية على القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، كما أعلنت مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيا في غارات روسية على القوات الأوكرانية في كوبانسك وإزيوم بخاركيف. قال الجيش الأوكراني أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية جنوب البلاد. وأوضحت الناطقة باسم الجيش في جنوب أوكرانيا ناتاليا جومينوك أن القوات الأوكرانية حررت 500 كيلومتر مربع في عدد من البلدات جنوب البلاد.
على الرغم من مرور 200 يوم على العمليات الروسية في أوكرانيا، إلا أن المعارك لا تزال مستمرة بضربات متبادلة وإعلانات عن انتصارات من الجانبين وفرار آلاف المدنيين. ففيما أعلنت موسكو توجيه ضربات لأهداف في خاركيف، أكدت كييف استعادة جزء من أراضيها، وأعلنت أوكرانيا أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق. وشوهدت صناديق ذخيرة ومعدات عسكرية مهجورة متناثرة في مناطق غادرتها القوات الروسية بحسب صور نشرها الجيش الأوكراني. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا. وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الغزو الروسي، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي حررت المئات من المدن والبلدات الأوكرانية. من جهة ثانية، حمل زيلينسكي روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا، متهما موسكو بأنها تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية. ولم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي تحققها القوات الأوكرانية، لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية بيّنت انسحابا كبيرا للجيش الروسي من هذه المنطقة. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. في كلمته أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعهد بأن يسير على نهج الملكة إليزابيث. توقع معهد إيفو الألماني للإحصاءات انكماش الاقتصاد الألماني العام المقبل، وتوقع المعهد أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 3% في 2023، فيما رفع توقعاته للتضخم لنفس العام بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 9.3%. أفادت تقارير بأن ألمانيا استوردت سلعا من روسيا في شهر يوليو الماضي بقيمة 2,900,000,000 يورو بزيادة 10.2% على أساس سنوي، وأرجعت الحكومة الألمانية سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار لا سيما في قطاع الطاقة، حيث استوردت في يوليو النفط والغاز من روسيا بقيمة 1,400,000,000 يورو بزيادة تقدر ب 1.6% عن العام السابق. تعتزم الحكومة الروسية تخصيص حوالي 100 مليار روبل لدعم وتحسين استقرار الاقتصاد الروسي، وذكرت مصادر روسية أن 15 مليار روبل ستكون مخصصة لتوسيع إنتاج طائرات الركاب و25 مليار روبل أخرى لدعم نظام إدارة الحركة الجوية. وأكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا. كشفت بيانات رسمية تراجع نمو الاقتصاد البريطاني وسط انكماش لقطاعي الانتاج الصناعي والبناء، وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 2.1% في يوليو بعد انكماش بنسبة 6.6% في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. يبحث صندوق النقد الدولي توفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب، وأوضحت وكالة رويترز أن ذلك سيتيح للصندوق مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing.
That promise of lifelong service I renew to you all today. تقدم مجلس العموم واللوردات البريطانيان اليوم بالتعازي للملك تشارلز الثالث في وفاة والدته الملكة إليزابيث. كان الملك الجديد قد وصل وزوجته كاميلا باركر إلى أدنبرا لتلقي العزاء في الملكة إليزابيث، كما انضمت إليه شقيقته آن وشقيقه أندرو وإدوارد. وفي كلمة له أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، قال الملك تشارلز الثالث إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على نظام الملكية الدستورية. وأكد الملك تشارلز الثالث أن تقاليد المملكة الديمقراطية عريقة وأصيلة، متعهدا بأن يسير على نهج الملكة إليزابيث. البرلمان هو الأداة الحية للديمقراطية، وهي تقاليدكم العريقة، ونراها في بناء هذا المبنى، ويذكرنا بمن سبقونا في هذه المناصب التي الآن أنا أحتل آخرها. وأيضا قناعة ملك الأم الراحلة بساحة القصر الجديدة التي تمثل احتفالية يوبيلها، وكذلك ساحة اليوبيل الذهبي، وهذه الجدارية الزجاجية التي تمثل اليوبيل الماسي. هذه أيضا هديتكم الثمينة للملكة الراحلة. أقيمت مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية سان جيل بإدنبرا بحضور الملك تشارلز الثالث. ووصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كاتدرائية سانت جيل في أدنبرا، حيث رافق الملك تشارلز الثالث وأشقاءه الثلاثة نعش والدتهم في موكب جنائزي. ومن المقرر أن يظل نعش الملكة إليزابيث حتى يوم الثلاثاء ليتسنى للمواطنين تقديم تعازيهم الأخيرة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف الأعمال القتالية في منطقة تيغراي، وشجع غوتيريش الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي دون تأخير، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ثمنت الولايات المتحدة جهود الاتحاد الأفريقي لإطلاق محادثات سلام في إثيوبيا في أقرب وقت ممكن لحل النزاع المستمر في منطقة تيغراي. ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإطلاق عملية محكمة وقوية قائمة على الاستعداد لإنهاء القتال في شمال إثيوبيا وسعي لحل القضايا العالقة من خلال الحوار. وأكد بلينكن استعداد الشركاء الدوليين لدعم هذه العملية. حقق المرشحون المدعومون من الرئاسة الروسية فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، واحتفظ جميع حكام المناطق الأربع عشرة الحاليين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم بمناصبهم، وحافظ حزب روسيا الموحدة التابع للكرملين على الأغلبية في معظم المجالس التشريعية في المناطق والمدن. قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة إن فرض عقوبة إضافية على كوريا الشمالية سيكون أمرا لا مفر منه حال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سابعة. وأضاف السفير أن التجربة النووية لكوريا الشمالية قد تمثل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمس المصالح الخاصة بالصين وروسيا اللتين يتعين عليهما الدفاع عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يبدأ رئيس كوريا الجنوبية يون سيو كيول جولة خارجية تشمل كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا اعتبارا من الأحد المقبل،
وذكر المكتب الرئاسي أن رئيس الكوريا الجنوبي سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 20 سبتمبر، وأنه سيحضر الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يوم 19 سبتمبر في لندن. كما سيزور الرئيس الكوري الجنوبي كندا لإجراء محادثات ثنائية مع رئيس وزرائها جاستن ترودو. تسببت الحرائق في بوليفيا في دمار 850 ألف هكتار من الغابات، بينما تكافح سلطات الدفاع المدني الحرائق التي امتدت لعدة مواقع. وتتهم قوات الدفاع المدني مجهولين بافتعال الحرائق بهدف زيادة مساحات الأراضي الزراعية. بعد مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق في بوليفيا، تسببت الحرائق في دمار 850 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، أي بزيادة نحو 3 مرات عما سجل في أواخر شهر أغسطس الماضي. نائب وزير الدفاع المدني في بوليفيا خوان كارلوس قال لوسائل إعلام حكومية في وقت سابق إن الحرائق المفتعلة بهدف توسيع الأراضي الزراعية طالت أكثر من 299 هكتارا من الأراضي في 27 أغسطس الماضي. كارلوس أوضح أنه على الرغم من تزايد الحرائق في الأسبوعين الماضيين، إلا أن هناك تراجعاً كبيراً في عدد الحرائق المفتعلة مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد على أن الحكومة تعمل على ألا تتخطى نسبة الغابات والمراعي المدمرة 1,500,000 هكتار خلال عام. نائب وزير الدفاع المدني في بوليفيا أشار إلى أنه في عام 2019 شهدت بوليفيا احتراق 3,500,000 هكتار، وفي 2020 احترق 5,100,000 هكتار، وفي عام 2021 تراجع العدد إلى 4,200,000 هكتار. واندلعت الحرائق هذا العام في مناطق سانتا كروز شرق بوليفيا وبيني شمال شرق البلاد، إضافة إلى مناطق أخرى في الجنوب. وعلى الرغم من أنه تمت السيطرة على الحرائق، إلا أن كارلوس أعرب عن قلقه من الحريق الذي يطال جزءاً من منتزهات نويل ميركادو وأنبور الوطنية. الحرائق في بوليفيا أسفرت أيضاً عن نفوق ملايين الحيوانات والقضاء على غابات بدائية، وفق ما كشف عنه خبراء في البيئة. لا تزال مياه الفيضانات تؤثر على حياة السكان في إقليم السند الباكستاني، وتخشى السلطات في باكستان من أن تعاني منطقة دادو المزيد من الفيضانات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر السند. بعد أن أجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في باكستان، لا تزال مياه الفيضانات تؤثر على حياة السكان في إقليم السند، حيث ينتظرون وصول المزيد من المساعدات إليهم. مياه الفيضانات لا تزال تغمر مناطق شاسعة من باكستان، مدمرة البنية التحتية للطرق والاتصالات. فسكان منطقة دادو كانوا يسافرون عبر مياه الفيضانات على متن قارب، كما أن هناك مخاوف من أن تعاني دادو المزيد من الفيضانات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر السند. ويشعر السكان والعاملون في المجال الصحي بالقلق بسبب العدد المتزايد من الأطفال المصابين بالتهابات المعدة والأمعاء وغيرها من الأمراض نتيجة اضطرار الكثيرين من السكان لشرب مياه الفيضانات الملوثة. خلال شهري يوليو أغسطس شهدت باكستان هطول أمطار بمعدل 391 مليمترا أو ما يقرب من 190%، أعلى من متوسط 30 عاما. وشهد إقليم السند في الجنوب هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466%، أكثر من المتوسط. وتقدر السلطات في باكستان الأضرار ب$30 مليار. وبحسب الحكومة فإن ما يقرب من 1400 شخص لقوا حتفهم، بينما أصيب 13,000 آخرون وشرد الملايين بسبب الفيضانات الغزيرة منذ يونيو الماضي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال جنوب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين إلى 93 شخصا، فيما ما يزال 25 آخرون في عداد المفقودين. وأفادت السلطات الصينية بأن الزلزال تسبب أيضا في تدمير العديد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.
إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعما للجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت مؤسسة حياة كريمة والبريد المصري بروتوكول تعاون. ويهدف البروتوكول لصرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع القرى، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي بتلك القرى وتعظيم قدراتها، بما يوفر حياة كريمة لهم. في إطار التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تلقى وزير التنمية المحلية هشام أمنة تقريرا حول التقدم في وضع خطة التنمية المتكاملة لقرى محافظة مطروح. وأشار الوزير إلى أن الخطة تولي اهتماما خاصا بتحسين الاستفادة من الموارد المائية بمطروح، فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر. وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التنمية بالمحافظة تشمل 30 قرية في مراكز الحمام والضبع ومطروح والنجيلة وسيدي براني وسيوة. تنظم جامعة قناة السويس قافلة شاملة إلى قرية منشية السلام التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية. تستهدف القافلة تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى، حيث تم الكشف وتقديم الدواء بالمجان ل 479 شخصا، بالإضافة إلى تقديم الأدوية والمبيدات الصديقة للبيئة للمزارعين. وصلت مديرية الصحة بأسوان إطلاق القوافل العلاجية المجانية بمنطقة السيل الريفي التابعة لمدينة أسوان. تضمنت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط. وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار كافة المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى في وظائفهم دون استبعاد أي منهم، مشيرة إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة 30,000 معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية. استضافت مصر فعاليات منتدى البحوث السنوي التاسع للكوميسا، ويقام المنتدى تحت شعار تعزيز تنافسية الأعمال والمرونة لدفع التجارة البينية، ويستمر خلال الفترة من 12 إلى 15 من سبتمبر الجاري، حيث يحظى بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. احنا بنتكلم في بعض المبادرات مصر قامت بيها زي التكامل الصناعي. التكامل الصناعي ما بين الدول القارة وبين الدول وخاصة دول الكوميسا، وذلك لتعميق الصناعة الإفريقية، استخدام المواد الخام المنتجة في أفريقيا لزيادة القيمة المضافة. دي من المبادرات أو المبادرة اللي هم هينتهوا بها لتوصيات إن شاء الله. أهمية المنتدى ترجع إلى أنه يأتي في وقت حرج بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية التي أثرت على جميع دول العالم، وهو ما يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية خاصة دول الكوميسا. نحن سعداء لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، ونتمنى الوصول للنتائج المرجوة. في إطار تطوير المنظومة الطبية لتقدم أفضل خدمة للمواطن، تم تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى حميات بنها، وتكلفت أعمال تطوير المبنى بالكامل حوالي 40 مليون جنيه. ويعد مستشفى حميات بنها من أهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى، خاصة في حالات الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي. كونها تتميز بموقع جغرافي يخدم أهالي محافظات مجاورة مما يزيد العبء على مستشفياتها، تتمتع محافظة القليوبية باهتمام كبير من القيادة السياسية. في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، تم إدراج مستشفى حميات بنها للتطوير ورفع الكفاءة. المرحلة الأولى كانت بتشمل الأقسام الداخلية بسعة 64 سرير، قسمين للكورونا وقسمين للأمراض المعدية وقسم الكبد والجهاز الهضمي وقسم الأطفال. المرحلة الثانية وكانت بتشمل تطوير مبنى الاستقبال والعيادات الخارجية والطوارئ الصيدلية
قسم التعقيم والمغسلة، قسم الأشعة، وتم تركيب جهاز أشعة مقطعية على أعلى مستوى، تم رفع كفاءة مبنى العنايات داخل المستشفى. مستشفى حميات بنها يعد من أهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى، خاصة في حالات الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، مع مراعاة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للمريض. احنا بندرب الأطباء والتمريض وجميع العاملين في المستشفى على أحدث معايير الجودة علشان نطمن إن الخدمة الصحية اللي بتقدم للمريض تكون على أحسن مستوى. بنحط لهم سياسات للعمل وبنحدثها كل سنتين علشان برضو نطمئن إن المريض بياخد أحسن خدمة وأفضل خدمة. المعمل قدر إن هو يعمل 110 ألف مريض إن هو يعمل لهم تحليل كوفيد-19، ومعمل البي سي آر برضو في مستشفى حميات بنها أثناء مبادرة الرئيس لعلاج فيروس سي عمل 125 ألف حالة. وبالنسبة برضو للمعمل خلال الفترة اللي فاتت دي تم تطويره بتوفير جهاز للهرمونات لعمل تحليل الباراثايرويد هرمون والفريتين لمرضى الكلى الموجودين في المحافظة حوالي 1100 مريض. المستشفى يدعم أيضا التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين، ويلتزم بتطبيق نظام الجودة، كما يلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار. أحسن وأنقى بكثير، الناس هنا زي الفل، الدكاترة أحسن، استقبالهم أحسن، الحمد لله أحسن كثير عن الأول. خدمة 100-100 هنا، والمستشفى 100-100، والتطوير كان الأول كان المستشفى التطورات بتاعتها كانت تعبانة، الوقت ما شاء الله يعني بقت 100-100. تم البدء في تطوير المستشفى على 3 مراحل، حيث يتكون من مبنى العنايات الذي يقدم الخدمة للحالات الحرجة، كما يقدم المستشفى خدمة التحاليل الطبية الكاملة لأهالي محافظة القليوبية وبعض المحافظات المجاورة. جهود متواصلة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات في مجال البنى التحتية ومياه الشرب والصرف. يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع إحلال وتجديد محطة التشيكي بحي شرق أسيوط بعد 5 سنوات من العمل. جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. ويأتي ضمن تلك الجهود إحلال وتجديد محطة مياه التشكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة تصل إلى 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط مع التوسعات العمرانية لها، حيث تم العمل بها على مدى 5 سنوات ويتم تشغيلها تجريبيا في أكتوبر القادم. النهاردة في محطة مياه التشكي حاددين محطة طاقتها الإنتاجية 200 لتر في الثانية. الأعمال اللي بتتم فيها أعمال رفع كفاءة ورفع طاقة استيعابية من 200 لتر إلى 600 لتر في الثانية. دي بتخدم حوالي 400 ألف نسمة في مدينة أسيوط. طبعا رفع الطاقة الإنتاجية دي طبقا للزيادة السكانية اللي موجودة، بحيث أن مستوى إن شاء الله الفرد كان 125 لتر في اليوم، حاول نرفعه ل 175 لتر في اليوم. تم الانتهاء من إحلال وتجديد المحطة لخدمة منطقة غرب وشرق مدينة أسيوط ومنطقة عرب المدابغ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه. المعمل عندنا هنا بينقسم شغله على محورين أساسيين. المحور الأولاني جزء خاص بمتابعة تشغيل المحطة الألماني المرشحة والتجارب المعملية اللي بتجرى عليها، التجارب اليومية اللي بتجرى على أعيين طرد المحطة لمدى الحكم على جودة المياه الخارجة، ولابد أن هي تكون خارجة مطابقة للمواصفات القياسية. كما تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل، فضلا عن توريد وحدة ديزل للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة لعمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ومعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة لعمل جميع التحاليل للمياه. إن شاء الله مع انتهاء تشغيل المحطة نقضي على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا اللي بيشكي منها كمية ناس كتيرة من داخل مدينة أسيوط. المحطة مقامة على مسطح 4.6 فدان. المحطة مستهدف لها أنها إن شاء الله تبدأ المراحل التجريبية مع نهاية 30/10 إن شاء الله 2022. هكذا تضع الدولة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على قائمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم بذل المزيد من الجهد والإسراع للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع مع دخوله الخدمة طبقا للجداول الزمنية المحددة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة أسيوط.
نوع جديد من السياحة العلاجية تتميز بندرتها، وتحاول مصر تنميتها وتسليط الضوء عليها، وعلى رأس تلك الأماكن كهوف الملح الاستشفائية في واحة سيوة. كهوف من الملح الاستشفائية ومناظر طبيعية خلابة يأتيها الناس من كل الأفكاك من مختلف الدول الأجنبية والعربية لزيارة أيقونة الشفاء الروحي بسيوة، التي تعتبر أهم مقصد سياحي استشفائي. لعل أهم فوائد كهف الملح هو خروج الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية، ما يساعد في علاج الأمراض النفسية والعصبية، وكذا أمراض القولون والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية، إذ يعمل اليود على تقوية مناعة الجهاز التنفسي، كما ينشط الغدد الترقية التي تقوم بدورها بضبط كثير من العمليات في الجسم. كما أن كهوف الملح تخفف التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية، والتي تستمر من 30 إلى 45 دقيقة بالجلسة الواحدة. كهوف الملح مصنوعة بالملح الصخري والملح الرملي، الاثنين مرتبطين مع بعض. الشخص بيجي بيخش للجلسة بيقعد 30 دقيقة سواء في الشيزلونج أو ردم الأطراف. الشيزلونج بيقعد، بنحط الملح على رجليه بس، وبجانب الاستنشاق، الاستنشاق بياخد بيستنشق اليود، اليود بيعالج الجيوب الأنفية، حسية الصدر، الصداع. لو واحد عنده قولون عصبي بيحصل عملية امتصاص من الملح لجسم الإنسان. تم إنشاء تلك الكهوف من الملح الصخري الذي تتميز به واحة سيوة، ويعتبر ثروة معدنية من مناجم باطن الواحة. تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي صاحب الألحان الوطنية التي لن تمحى من ذاكرة المصريين. ومن بين تلك الأعمال عدى النهار لعبد الحليم حافظ وعلى الربابة لوردة ويا حبيبتي يا مصر لشادية وغيرها من الأغاني المرتبطة بكل شبر من أرض الوطن. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. تعزيزا للتنمية البشرية، الرئيس السيسي يوجه بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية. في ختام اجتماعهم، رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة يجددون على ضرورة دمج اللاجئين بسوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم. كييف تعلن استعادة 500 كيلومتر من أراضيها بمنطقة خرسون، وموسكو تؤكد استمرار عملياتها حتى تحقيق أهدافها. وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.